الله يرحم بابك. دابا غنسقسيكم واش كاملين الحومه وحدك ولا كل واحد؟ هادو الدراري كاملين شمن الحومه زنا يا خا. سجلت الحضور ديالك. شنو هو الشعور ديالك اليوم؟ فرحانين بزاف على هاد 16 سنه اللي جوزنا مع هيركوليس، كنتمناو افضل ان شاء الله. ديالك والفرحه ديالك اليوم؟ شنو نقول لك اخي ابراهيم، هذا استاذ حاجه ماشي هذه حاجه برسي ما توصف يا الله اللي عرقل ازاي ما الدراري اخي. وقاش جيت اليوم؟ جيت مع خمسه يعني من خمسه وسمعنا من هذا قديم يعني بلي فوقاش جيت اليوم؟ من ساعه وصلت هنا؟ هذيك الخمسه ونص كنا هنا. عاودتي بوحدك ولا مع الدراري؟ لا مع الدراري. وصفني النهار بالشعور ديالك هذا النهار. الله يوصف الشعور احساس طرطق هيدا. خاو ديالي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم. شحال ماشيتي المرقال؟ سيدي ادريس. سيدي ادريس من هنا. كيفاش كانت الاجواء في مرقال؟ الصراحه الاجواء كانت مزيونه ودائما كتكون مزيونه مع هيركوليس. داكشي كان في مستوى تبارك الله. مستوى ودائما غنكونوا في مستوى ان شاء الله. تبارك الله عليك. فيفا خاو ديالي، راه نشوفوا الصديق ديالنا هنا. انا خا. سلام. انا خا ابراهيم. مزيان بخير. الله يعافيك. سلم عليا قليلا. مرحبا. كيفاش كانت الاجواء في مرقال؟ شي حاجه واعره. كيفاش جمعتوا البوبليكو ديالكم باش عاود؟ هذاك الشيء ميساج واحد، طنجه كامله كتخلط صف واحد ضربه واحد، ميساج على كلشي ماشي بحالو، ما كاين لا شغف، ترانكيل ودابا ساعة ما كان مرقانا كتخلط. يعني ما كاين لا والو. لا والو، ميساج واحد طوق صافي، كلشي شعال الحمد لله، شعالنا زينا مع الفرقة ديالنا الحمد لله، 16 سنة بالوفاء، الله يجعل شي بركة. الله عليك، راه نشوف العشرة أنا. خاو ديالي كبسوا مزيانين. عم والديك اخاو الحمد لله الله يعزك. عتوصفوا لي الفرحة ديالكم والأجواء اللي كانت مرقبة. ديالنا عندك عندك جروب تاريخي، المغرب كامل كيدار عليك. أحسن جروب في المغرب وفي العالم. تبارك الله عليكم. النصيحة دايما طنجة. الصلاة الكوليسة. خاو ديالي تبارك الله عليك. الله ينورك. شمن حاوما جيتي؟ أنا من مجد من العوام. يعني جيتي من مجد العوام، شنو هو الشعور ديالك في هذا الوصف؟ وصف لي الفرحة. الشعور فرحان في كاف بحال أي واحد، بحال أي طنجاوي الخا. تبارك الله. وكيفاش كانت الأم؟ جاتني يا الله. تبارك الله عليك. شكرا بزاف. مع من جيتي اليوم مرقال؟ مع مع العائلة ديالك. كيفاش كان الشعور ديالك؟ كيفاش جاتك الأجواء اللي كانت مرقال؟ واعرة واعرة بزاف. داك الشيء ما كيتوصفش. هذا الخاو ديالي متابع ديالي. نتينا نتينا ومن جيتي مرقال؟ أنا أنا وهذا العائله. اجي وعجبك داكشي اللي كان في مرقال اليوم؟ كان داكشي مزيون بزاف ولا عجويش؟ بزاف بزاف. يعني سلم عليه. تبارك الله عليك. وها الدراري ديال الحومه جبرتو في مرقال. انتوما من جيتو؟ يا الدراري كامل جيتو بالترامبيه في التاكسي؟ الطوموبيل. جيتو بشخصي؟ الدراري ديال الحومه واعرينه. وكيفاش كانت الاجواء في مرقال اليوم؟ شي حاجه مخسره يعني، شي حاجه مزيانه. مضيراش مضيراش. كنت براسي في شي مدينه اخرى. تبارك الله عليك. غنسقسيكم كيفاش كانت الاجواء في مرقال اليوم؟ اجواء ماشي عاديه الخواو، هادشي هذا فهمت كيكون انسانه انسانه، داكشي في مستوى عاود شي كيبان بجهاد الليل عام طرطق. دابا نشوفوا التصاور تجاه الليل. وباك صبار تنغداو ولا اليوم في الليل. تبارك الله عليك. والحاجه اللي مزيونه هي الكبير والصغير كلشي كنحاضر اليوم. جيتوا بوحديتكم؟ جيت بوحدي انا. جيتوا الترامبيه على رجلاكم؟ على رجلاكم. هي مسترخوش فوق. هي مسترخوش. هو سي باسي وانت انا جيت الترامبيه على مبوك. انا من مرساش. من مرس الترامبيه التاكسي. الترامبيه كما العاده يعني ضروري الدراري. تحت في الدم اخاي فيما مشات. خاصه راه بغيت تزود على رجلي. فيما مشات ماشي على رجلي اخاي. راه نجيبها مغوغه على تسيحات يعني فد تسيحات. تبارك الله عليك. نتوما الدراري؟ مرسى خا. سي الدراري ديال مرسى مرشي فكر مزيانه. كيفاش كانت الاجواء في مرقال؟ روحنا عائله وحده صح. اجواء كانت واعره وكان داك الشيء يعني شي واعر. هذا هو اللي جابكم؟ هذا هو اللي جابكم. ويعز نجمه ويعز 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 نجمه ويعز ويعز تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.